السيد ميمي، السيد ميمي من شركة كوين شرطة طاقة لمكتب الناصر الأهمية. أنا اسمي أحمد جمال، شغال موظف هنا في المترو. دخلت كشفت، كان الكلام ده كان يوم 3/10/2015. فدخلت عند دكتور اسمه وسام جابر العناني، كتب لي تقريري ان انا المفروض ان انا هعمل عملية استئصال هلال جدروفي داخلي. فدخلت عملت العملية يوم 10/10. خرجت تاني يوم انا بتصل بالدكتور من خلال المستشفى، عايز الدكتور يجي يشوف رجلي قبل ما اخرج. لا اخرج مفيش اي حاجة، الدنيا زي الفل والعملية تمام. طب يا دكتور حضرتك انا هاجي لك امتى؟ قال لي تعالى لي بعد 3 اسابيع، لو ما جدش اي حاجه بقى تعالى بعد 3 اسابيع. طب لو حسيت بتعب؟ قال لي وقت ما تحس بتعب تعالى لي يوم السبت. فعلا انا تاني يوم حسيت بتعب جامد في ركبتي بدات تسخن سخونيه جامده وتعب جامد. هو كان السخونه دي موجوده وكان الالم موجود قبل العمليه، بس بالعكس زاد. اول حاجه بقول لي انت ايه اللي جابك؟ يعني انا قلت لك ما تجريش الا 3 اسابيع، ايه اللي جابك؟ قلت له ما هو حضرتك قلت لي لو في تعبان او اي حاجه يبقى تعالى لي. لسه التعب موجود، عدى اسبوع في التاني، رحت له الاسبوع التالت انا والمدام. والله يا دكتور انا لسه التعب موجود وكل حاجه. قال لي لا ركبتك سليمه ومفيش اي حاجه. قال لي دي عمليه ولازم تاخد وقت ومش لازم تاخد وقت والكلام ده كله، لازم تاخد الوقت ده. ده دكتور قال لي 6 شهور وتعالى اتكلم بعد كده لو في حاجه حصلت بعد 6 شهور. يا دكتور والله انا قصتي مش قصه ان انا اعمل عمليه عشان اقعد 6 شهور كمان تعبان. قال له والله هو ده اللي عندي، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. طب بالنسبة للجرح اللي ما فكش ده، الغرز اللي ما فكتش، قال هي غرز اللي تعباك؟ هذه الغرز اهي، قام راح شايلها لي. فراحت المدام عندي حتى بتقول له انا حضرتك قلت المرة اللي فاتت ان الغرزة تفك لوحدها، ما فكتش ليه لوحدها؟ قال لها الله اعلم بقى بساليها. قلت له يا دكتور فعلا انت حضرتك قلت لي ان الغرز هتروح. قال لي انت اللي ما بتستحماش، الغرز لازم تروح لما بتستحمى كتير. قلت له يا دكتور انا كل يوم بستحمى مرة واتنين يعني. فرحت المدام عندي قلت له طب ما هو المفروض جرعه التجميل يا دكتور كانت اتفكت بعدها باسبوع بالظبط لوحدها دابت. انا كنت والده قيصري وعامله جراحه تجميل ودابت بعدها باسبوع لوحدها. لا والله احنا مش مولدين لجوزك. خلاص انا فعلا تعبت، عدى اكتر من 45 يوم وزاد على العمليه. رحت يوم السبت اللي فات على طول، مش ده اللي قبل منه، رحت كشفت. كان يوم 21/11. كشفت فين؟ كشفت في مستشفى المعلمين تاني مع الدكتور جلال البارودي. فانا رحت للدكتور جلال قلت له دكتور انا لسه تعبان، انت عامل لي شعب الرنين تاني عشان انت احتمال تعيد العمليه تاني. رحت يوم السبت اللي فات على طول للدكتور جلال. الدكتور جلال كان لقيته بيقول لي انا قلت لك انت هتعمل عمليه وفعلا في قطع في الهلال الجذروفي الداخلي الركبه. يعني يا دكتور انا ما اتعملتش العمليه؟ قال لي انا لا لا قدام ان الركبه ما فيهاش حاجه اتعملت. الدكتور بقى عمل ايه؟ دي هو اللي يسال عليها، هو اللي يعرف، هو اللي عمل ايه، انا ما اعرفش هو عمل ايه. وخدت الورق ورحت يوم السبت عند الدكتور بقى وسام، كذب الكلام كله، كذب الاشاعه وقال لي ده نسبه صحه الاشاعه 30%، الاشاعه الرنين دي مش اشاعه حقيقيه، وانت عيب من عندك، انت وزنك تقيل، خف وزنك وبعد ما تخف وزنك تعالى كلمني. هي المفروض ان انا قلت لك ان انت لازم تخف وزنك الاول. انا ما فيش عمليات عملت. قال لي لا انت ما حصلش الكلام ده وانت بتفتري واللي عندك اعمل. خدت نفسي وطلعت على ان انا اعمل محضر. ففي امين شرطه قابلني قال لي طب استنى واحنا هنتكلم بس المستشفى ويمكن تتحل ودي وراضيني. انا حاسس ان انا ماليش كرامه، حاسس ان انا ماليش ديه ببلدنا. لما مدير المستشفى يقول لي اشتكي اعلى ما في خيلك اركبه، مش هتعرف تاخد معانا حق ولا باطل. لما امين الشرطه يقول لي ادفع عشان خاطر وتراضيني عشان خاطر ان انا اعمل لك المحضر. لما الاداره عندي بدل ما هي اللي تسعى في القصه دي، هي عايزاني اعمل محضر وعايزاني اجري انا وفي الاخر تاخد هي الورق وتلغي الفلوس العمليه وهي المستفاده. وانا بطلب من حضرتك برضه حضرتك تيجي معايا نقابه الاطباء. تمام. يمكن ان انا اقدر اعمل حاجه في نقابه الاطباء. حتى الخطوه الثانيه اهو ان احنا جينا قدام النقابه دلوقتي ونقابه الاطباء. فانا ما حدش عبرني خالص من نقابه الاطباء غير دكتورة منى مينا الله يبارك لها، بصراحة وقفت جنبي ووقفت معايا يمكن كلامي ما اقنعهاش شوية، بس هي بتقول ممكن يكون عندي حق فعلا. طيب هي طبعا مش اختصاصها، فكتر ألف كده بعتتني لدكتور استشاري في مستشفى الهلال، و
مستنيين النتيجه لما اروح له ان شاء الله وهو يحدد انا هعمل ايه. بس طبعا كان كلام الدكتور منى ان انا هعمل اروح للدكتور ده بس عشان يشوف لي ايه حل في ركبتي، لكن كسبل ان انا الدكتور يتعاقب او حاجه زي كده او المستشفى تتعاقب، قد المستشفى ما عليهاش اي عقاب والدكتور هو اخره بعد سنه سنه ونص سنتين، مما كانوش ثلاثه الدكتور هياخد له وقت شهر شهرين. وشكرا على كده. وانا عن نفسي انا مش عارف انا هعمل ايه، يعني انا هل انا بقى دليلي ماشي بعكاز كده، ولا انا خلاص بقيت سقعه مستديمه، ولا ايه، الله اعلم. ف انا مش لاقي حد يقدر يعمل اي حاجه في البلد اللي يقدر يساعدني انا شخصيا ان انا اجيب حقي، يا ريت يعني يساعدني عشان انا فوضت امر لله.